نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى النافلة التي بعد الظهر وهو يريد أن يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ولكنه قام بعد التشهد في الركعتين الأوليين، والسؤال: هل يرجع ويسلم أم أنه يتم 4 ويسلم بتسليم واحد؟ يخير إذا قام إلى ثالثة في النافلة في النهار فهو يخير، إن شاء رجع وتشهد وسلم وسجد للسهو، وإن شاء استمر صلى 4 وليس عليه سجود سهو، لأنه يجوز في النهار تطوع بأربع بسلام واحد. نعم.